مرحبا، اليوم درسنا حيكون عن النمو والتكاثر والتطور عند الإنسان. إنسان ده أوريمي اللي هي التكاثر، بيومي النمو بي جلشمي التطور. أول شيء التكاثر هو عبارة عن تشكل أفراد جديدة، يعني زيادة عدد الأفراد. فالتكاثر عند الإنسان المسؤول عنه هو أعضاء التكاثر. هدول أعضاء التكاثر بتختلف عند الإناث وعند الذكور. اليوم رح نحكي عنهم بالتفصيل. وبالنسبة لهدول الأعضاء التناسلية رح تقوم بإنتاج خلايا، خلايا تكاثرية. هدول الخلايا التكاثرية عند الذكور مختلفة عند الإناث. فعم بيقولوا لنا أوريمي سونوجو يعني بريلار أوروشور، يعني نتيجة التكاثر رح يتشكل أفراد جديدة. إنسان داكي أوريمي أورغانلار، يعني الأعضاء التكاثرية عند الإنسان نسلين ديفامو için üreme hücrelerini oluşturur. Yani الأعضاء التكاثرية بتنتج الخلايا التكاثرية المسؤولة عن الاستمرار بالنسل أو الاستمرار بالأجيال. إنسان ذكي إركك üreme hücresini، يعني الخلايا التكاثرية الذكرية رح نسميها سبيرم اللي هي النطاف، ديش üreme hücresini. أما بالنسبة للخلايا التكاثرية الأنثوية فهي اليومورتا، يعني البويضة. مثل ما شايفين هاي الصورة، هدول بيعبر عن اليومورتا وهاي السبيرم. فأول شيء حنبلش بالعضو التكاثري الذكري. مثل ما شايفين هون مكون من أربعة أجزاء رئيسية. حنبلش أول شيء بالتستيس اللي هو الخصية. الخصية هي المكان اللي بيتم فيه إنتاج سبيرملار أو إنتاج النطاف. فعم بيقولوا لنا سبيرملارين أوريتيل دي بولوم، يعني هو المكان اللي بيتم فيه إنتاج سبيرملار النطاف. بعدين الجزء الثاني اللي هو سبيرم قنظة، يعني قناة النطاف هي القناة اللي بينتقل فيها السبيرم من التستيس للبينيس، يعني للجزء اللي بعده. فعم بيقولوا ان سبيرم لاري بينيسي تشيان كانال، يعني هي القناة اللي بتنقل النطاف للبينيس، يعني للقضيب. بعدين في عنا البينيس اللي هو قلتلكم معناه القضيب. عم بيقولوا لنا سبيرم لارين وجود دشنا اتل دو اورجان، يعني هو العضو اللي بينقل النطاف لخارج الجسم. طبعا في عنا كمان بعض انواع الغدد المفرزة اللي بتفرز مفرزات بتسهل من حركة النطاف. فهدول هنن سالجوبيزي اللي شايفينهم هون، هنن الغدد المفرزة. عم بيقولوا لنا سبيرملارين رهات حركة اتمسيني صاليان سالجنن اوريتيل دي بولوم، يعني هو المكان اللي بيتم فيه انتاج المفرزات اللي بتسهل من حركة النطاف. بالنسبة لجهاز أو العضو التكاثري الأنثوي كمان مثل ما شايفين مكون من أربعة أجزاء رئيسية. أول جزء اللي هو اليومرتلق، في عنا تنتين يومرتلق اللي هو المبيض. المبيض هو المكان اللي بيتم فيه إنتاج البويضات عند الأنثى. فعم بيقولوا لنا إنه اليومرتلرن وريتيلدي قسم، يعني هو المكان اللي بيتم فيه إنتاج البويضات. بعدين في عنا من بعد المبيض في عنا قناة اللي هو شايفينها هون وهون اللي هي بتتسمى اليومورتا كانال، يعني القناة البويضات. هي القناة اللي بينتقلوا فيها البويضات من المبيض للرحم. فعم بيقولوا لنا يومورتانن دوليتانا تشندو، يعني هو القناة اللي بينتقلوا فيها البويضات للدوليتا اللي هو الرحم. ذا دولين منين جيرشيك لشتي بلوم، وعم بيقولوا انه هو المكان اللي بيصير فيه دولين ما، يعني بيصير فيه التناسل، يعني اندماج الخلايا التكاثريه الذكريه مع الخلايا التكاثريه الانثويه. كمان في عنا الجزء الثالث اللي هو الدوليتا او الرحم، اللي هو الرحم هو المكان اللي بيتطور وبينمو فيه الجنين ببطن امه. فعم بيقولوا لنا ببين دوما قدر جليشيميني سردو
سوردوردو بلوم، يعني هو المكان اللي بيستمر فيه الجنين بالتطور لحتى يوصل لمرحلة الولادة. آخر جزء عنا اللي هو الفاجينا يعني المهبل، هو المكان اللي من بعد ما الجنين يكبر ويتطور ويوصل لمرحلة الولادة هو المكان اللي بيمر منه لحتى يطلع لبرات جسم الأنثى ولحتى تصير مرحلة الولادة. فعم بيقولوا لنا جليشميني تمام ليان يافرونون، يعني الطفل الولد اللي اكتمل التطور تبعه دوم لا بيرليكتي أن وجود دان أيرلدو بولو، يعني هو المكان اللي بينفصل فيه الجنين عن الأم أثناء مرحلة الولادة. بعدين هلا حنحكي انه الجنين مراحل تشكل الجنين لحتى بالاخير تصير الولاده. مثل ما بنعرف انه مرحله الحمل هي عباره عن 9 شهور، بهي 9 شهور الجنين بيمر بعده مراحل مختلفه، فرح نبلش نحكي عنه. اول شيء الخلايا التكاثريه الانثويه اللي هي اليومرتا والذكريه السبيرم لما بتندمج مع بعضها، يعني هاي المرحلة رح نسميها دلن ما يعني تناسل. فعم بيقولوا لنا يومورتا في سبيرمين بيرلش ميسي، يعني هو عبارة عن اندماج اليومورتا مع السبيرم هو دولين ما يعني التناسل. فهون صار في عنا دولين ما صار في عنا تناسل، يعني اندمجت البويضة مع النطفة، فبالتالي رح يتشكل عنا شيء اسمه زيغوت اللي هو البويضة الملقحة. فبالتالي عم بيقولوا لنا دولين مش يومورتا، يعني البويضة اللي صار لها تناسل اللي تلقحت هاي رح نسميها زيغوت. بعدين هذا الزيغوت هو عبارة عن خلية وحدة، هاي الخلية لما بتبلش تنقسم وتتكاثر عن طريق الميتوز عن طريق الانقسام المتساوي، فهون رح يصير في عنا عدد كبير من الخلايا، رح يبلش يزداد عدد الخلايا، فرح يبلش يتشكل عنا الإمبريو اللي هو الجنين. فعم بيقولوا لنا زيغوتون أركا أركايا ميتوز بولونم جيتشيرين ميسي، يعني لما تمر الزيغوت اللي هي البويضة الملقحة بعدد كبير من الانقسامات المتساوية وراء بعضها، فبالتالي رح يتشكل عنا الإمبريو اللي هو الجنين. بعدين الجنين لما يكبر شوي ويتطور ويبلش ياخد شكله رح نصير نسميه فيتوس، اللي هو كمان بالعربي بتجي بمعنى الجنين. فعم بيقولوا لنا امبريو جليشيريك فيتوس هاليني اذر، يعني الامبريو لما بيتطور فرح يتحول للفيتوس. بعدين اخر شيء الفيتوس لما رح يتطور اكثر ياخذ الشكل النهائي للطفل ويصير خلاص جاهز للولاده، او حتى من بعد ما ينولد فرح نسميها المره بيبيك. فعم بيقولوا لنا جليشيميني تمام ليا فيتوس، يعني هذا الجنين اللي اكتمل التطور تبعه بيبيك اولاراك دنيا يا جلير، فلما بينولد حنسميه بيبيك يعني طفل. هلا حننتقل على أسئلة الدرس. السؤال الأول عاطينا هون عدة كلمات وعم بيقولولنا جاوبوا من خلالهم على هدول الأسئلة. أول سؤال هانجيلاري إركك أوريمي سيستمين دي بودونور، عم بيقولولنا أي وحدة من هدول تتواجد بالجهاز التكاثري الذكري. فاللي موجودين هنين رقم 2 بينيس، رقم 3 سبيرم كانالا، رقم 7 سالج بيزلاري، والرقم 11 اللي هو كمان سبيرم كانالا مكرره مرتين. السؤال الثاني هانجيلاري ديشي اوريمي سيستمين دا بولونور، عم بيقولوا لنا اي وحده بتتواجد بالجهاز التكاثري الانثوي، اللي هي اول شيء دولياتا اللي هو الرحم، الرقم 4 اليومورتا كانال قناه البويضات، الرقم 5 اليومورتا لوك المبيض، واخر شيء الفاجينا اللي هو المهبل. هانجيلاري انسانون ان كارنوندكي جليشيم إفريلاريدير، عم بيقولوا لنا أي وحدة هن مراحل تطور الجنين داخل بطن أمه. حنجاوبهم بأول شيء زيغوت 8 اللي هو البويضة الملقحة، بيبيك 9، دولين مي اللي هي التناسل، وآخر شيء الإمبريو اللي هو الجنين.
بالنسبة للسؤال الثاني، عم بيقولوا لنا إنه المرأة الحامل شو هن الشغلات اللي لازم تنتبه عليهم، شو هن الشغلات اللي لازم تعملون أثناء فترة الحملة. فالجواب لازم يكون أني أضايل، يعني اللي رح تصير أم، جبلك سوري سينجا، يعني أثناء فترة الحمل، صالق لفيدينجلي بس لينلي، يعني لازم تتغذى بشكل متوازن وبشكل صحي. سيجارة في الكول دان وزاك دور مالو، لازم تبتعد عن السيجارة والكحول. ستريستان وزاك كالمالو، كمان لازم تبعد عن التوتر. دوزن لي اولارك دكتور كنترولو يبترمالو، لازم تروح بشكل منتظم على الدكتور تعمل كنترول. وجودونو زورلاياجاك، حركة لاردان كاتشن مالو، يعني لازم تبتعد عن الحركات اللي صعبة عليها. اخر شيء دكتورة دانش مضان علاج كلان المامالو، يعني ما لازم تستخدم دواء من دون ما تستشير الطبيب. وهيكون عن النمو والتطور والتكاثر عند النباتات والحيوانات. حكينا عن التكاثر انه هو عبارة عن زيادة عدد الافراد مشان الاجيال تستمر وما يصير في انقطاع او ما يصير في انقراض. اليوم حنتفرع اكثر بالنسبة للتكاثر، رح نحكي عن انواعه اللي هو بنقسم للاشي الاوريمي والاشيسيز اوريمي، يعني التكاثر الجنسي والتكاثر غير الجنسي. بالنسبة أول شيء الشيء اللي أوريمي اللي هو التكاثر الجنسي، هو التكاثر اللي بيعتمد على وجود أفراد ذكور وإناث لحتى يتم إنتاج أفراد جديدة. أما بالنسبة للشيء سيز أوريمي، هو النوع التكاثر اللي بيصير نتيجة فرد واحد، يعني ما في داعي ليكون في ذكور وإناث، أو ما في داعي لحتى يكون في أم وأب بهذا النوع من التكاثر. فعم بيقولوا لنا من أول شيء بالنسبة للإشي لأوريمي، توالمك إيشين، يعني من أجل التكاثر، إركيك في ديشي بيري لرا جيريك سينيم دولولان أوريمي تشيديني، يعني هو نوع التكاثر اللي بيعتمد على وجود أفراد ذكور وإناث من أجل التكاثر. أما بالنسبة للإشيسيز أوريمي، يعني التكاثر غير الجنسي، مثل ما قلت لكم تكبيريدان، يعني من شخص واحد أو من فرد واحد. جينيتيك أولاراك بيربيرينين أينسو أولاين بيريلارين أولوشتوردو أوريمي تشيدي، معناتها هو نوع التكاثر اللي بيشكل أفراد المادة الوراثية تبعيتهم متشابهة تماما، طبعا من شخص واحد أو من فرد واحد. رح نحكي هلأ عليهم بالتفصيل. أول شيء حنبلش بالإشي الأوريمي اللي هي التكاثر الجنسي. مثل ما حكينا أنه هو التكاثر بيعتمد على وجود أفراد ذكور وإناث، فبالتالي هدول الذكور والإناث لازم ينتجوا خلايا تناسلية سواء ذكرية أو أنثوية. وهذا التكاثر طبعا بيصير عند النباتات وكمان بيصير عند الحيوانات. ممكن يكونوا الأعضاء التناسلية سواء الذكرية أو الأنثوية موجودة على نفس الفرد بجسم نفس الفرد، أو ممكن تكون بأجسام أفراد مختلفة. يعني مثلا بالنسبة للنباتات، الأعضاء الذكرية والأعضاء الأنثوية موجودين على نفس الجسم نفس النبتة أو نفس الزهرة. أما بالنسبة للحيوانات مثلا، لا، موجودة على أنواع مختلفة، أو حتى ممكن النباتات تكون على أزهار مختلفة. فعم بيقولوا ان الأوريمي أورغان لارو، يعني الأعضاء التكاثرية، بعض جانلارد أيرو بيريلارد، يعني عند بعض الكائنات الحية بتكون موجودة عند أفراد مختلفة. بعض جانلارد إيسي أينو بيريدة بولونابيلير، أما بنوع تاني من الكائنات الحية ممكن تتواجد على جسم نفس الكائن الحي أو نفس الفرد. فأول شي حنبلش بالنباتات. مثل ما شايفين هون في عنا زهرة. الزهرة هي تعتبر العضو التناسلي أو العضو المنتج عند النباتات، فبالتالي مثل ما شايفين مكونة من عدة أجزاء. هدول الأوراق اللي لونها أخضر هن بتسموه التشانك يابراك، بالنسبة لهدول الملونين اللي هن البتلات بتسموه التاتش يابراك. بعدين أهم عضوين موجودين عنا اللي بهمونا اليوم اللي هن الديشي أورغان مثل ما شايفينه هون هاد، وفي عنا كمان الإيركيك أورغان اللي هو
العضو الذكري. فسواء العضو الأنثوي أو العضو الذكري لازم ينتجوا خلايا تكاثرية ذكرية وأنثوية. فبالنسبة للخلايا التناسلية الذكرية اللي بينتج العضو الذكري حنسميها بولين، يعني حبات الطلع. أما بالنسبة للخلايا التناسلية الأنثوية فرح نسميها اليومورتا، يعني البويضة. فعم بيقولوا لنا إشي اللي أرمي هم بتكلادة هم دي هايفان لاردا جرولا بيلير، يعني التكاثر الجنسي ممكن نشوفه عند النباتات وممكن نشوفه كمان عند الحيوانات. إركك أرمي هجرسي، عم بيقولوا لنا إنه خلية التكاثر الذكرية عند النباتات إركك أورغان طرف النضال وغشترورور، يعني بتم إنتاجها من قبل العضو التناسل الذكري، فمنسميها بولين لهي الخلايا التناسلية الذكرية اللي هي حبات الطلع. أما بالنسبة للديشي أوريمي هجرسي الخلايا التناسلية الأنثوية فهي بتتسمى اليومورتا، يعني البويضة. طبعا بيتم إنتاجها من قبل المبيض تبع الوردة أو الزهرة. بالنسبة للحيوانات الخلايا التكاثرية الذكرية رح نسميها سبيرم، حكينا عنه الدرس الماضي. أما بالنسبة للديشي أوريمي هجرسي الخلايا التكاثرية الأنثوية فحنسميها اليومورتا اللي هي البويضة. طبعا من ناحية الحجم مثل ما شايفينهم بالصورة حجم البويضة أكثر بكتير من حجم السبيرم، فعم بيقولوا إن اليومورتا بيوك أما السبيرم دها كوتشوك يبودادر، يعني بناؤه صغير. هاي بالنسبة للشيء اللي أوريمي. طبعا اليومورتا والسبيرم لما رح يندمجوا مع بعضهم فرح يتشكل عنا الزيغوت اللي هو البويضة الملقحة. أما بالنسبة للشيسيز أوريمي اللي هو التكاثر غير الجنسي اللي قلنا بينتج عن كائن حي واحد، يعني ما في داعي يكون في عنا ذكور وإناث لحتى يصير في أفراد جديدة أو حتى يصير في تكاثر وزيادة بعدد الأفراد. فعم بيقولوا لنا تكبير أتضان، يعني من جيل واحد. دولين مي أول مضان، يعني من ما في داعي يكون في تناسل. أتصال جانلو إلي أين جينيتيك يبضى يعني جانلو لارن ميدانا جيلمسي شكلندكي أوريمي جانس إشيسيز أوريمي دينير. معناتها الإشيسيز أوريمي هي عبارة عن التكاثر اللي بيصير فيه تشكل يعني جانلار كائنات حية جديدة بتحوي على نفس المادة الوراثية على نفس البناء الوراثي. عم بيقولوا لنا أين جينيتيك يبو طبعا من كائن حي واحد. فالخاصية اللي بتميز الإشيسيز أوريمي إنه التكاثر اللي عم بيصير فيها كتير سريع، فبيصير زيادة بعدد الأفراد بشكل كتير سريع. فعم بيقولوا لنا إشيسيز أوريمي ده بالتكاثر غير الجنسي. إشي اللي أوريمي جوري تشوك دها قصة سوري ده أوريمي غيرشيك لشير، يعني بيصير في تكاثر بشكل كتير سريع. فهلأ حنبلش بأنواع الإشيسيز أوريمي، في منه عدة أنواع. أول نوع اللي هو البولونيريك تشوالما اللي هو التكاثر عن طريق الانقسام، يعني مثل ما شايفين هون كان في عنا خلية، هاي الخلية بلشت تكبر بعدين بلشت تنفصل عن بعضها بعدين انفصلت عن بعضها وصار في عنا خليتين جداد، فبنقول إنه هون صار في عنا تكاثر عن طريق الانقسام. هذا النوع من التكاثر بيصير عند أكثر شيء عند وحيدات الخلية، هن اللي بيمروا بهذا النوع من الانقسام. فعم بيقولوا إن تك هجرلي جان لارن تشوندا جرولان أوريمي شكلي، يعني هو عبارة عن التكاثر اللي بيصير عند تك هجرلي جان لار، يعني الكائنات وحيدة الخلية. هدول الكائنات وحيدة الخلية لما بدين اسمه ممكن ينقسموا باتجاهات مختلفة، ممكن ينقسموا بالطول، ممكن بالعرض مثل ما شايفين هون، ممكن من أي اتجاه. فعم بيقولوا إن أنا جان لارن يعني الكائن الأساسي الكائن الرئيسي، أنينا يعني بالعرض أو بويونا أو بالطول، ذي هيران كبير بولجدان بولون ميسي صنجو، أو ممكن ينقسم من أي منطقة. فنتيجة هذا الانقسام إكييني بيرين ميدانا جالمسي، فرح يتشكل عنا إكييني بيري، يعني رح يتشكل عنا شخصين جداد أو فردين جداد. بسيط بير أوريمي تشيشي دي وضو إتشين لأنه هو نوع من أنواع الانقسام البسيط. فعم بيقولوا لنا قصة سوريدة بوقت كتير قصير تشوك صايدة جانلو وشابيلير، ممكن يتشكل كائنات حية كتير
كتيرة بوقت قصير، مثل شو مثلا بمر بهذا النوع من التكاثر؟ البكتيريا، الباراميسيوم، الأميب اللي هن عبارة عن كائنات وحيدة الخلية. بالنسبة للنوع الثاني من التكاثر الغير الجنسي اللي هو التمور جوكلانما إلى تشوالما، يعني اللي هو التكاثر عن طريق التبرعم. التبرعم هو عبارة عن تشكل برعم، البرعم هو عبارة عن نتوء، مثل ما شايفين هون في عنا هاي الهيدرا، مثل ما شايفين هون بلش يتشكل نتوء، يعني هيك طلعة صغيرة. هذا النتوء كل ماله ببلش بيكبر بيكبر لحتى بالأخير يتشكل عنا هيدرا تانية جديدة، بعدين رح تنفصل على عن الهيدرا القديمة ونقول إنه هون صار في عنا تكاثر، يعني صار في عنا زيادة بالعدد. فعم بيقولوا لنا أنا جانلنن وجودن دا بيرتشكن تقولش مصر إلي باشلار، يعني بتبلش هذا النوع من التكاثر عن طريق شو؟ تشكل تشكنتو، يعني نتوء، يعني مثل هاي الطلعة شي صغير بجسم الكائن الحي الأساسي. بو تشكنتو زمان لابو يويوب قالي شريك. فعم بيقولوا ان هذا النتوء مع الزمن بيكبر وبيتطور، فبالتالي يعني بيريي ميدانا كتير، فبالتالي بتشكل عنا فرد جديد. هذا النوع من التكاثر بيصير عند بعض انواع النباتات وكمان بعض انواع الفطور او بعض انواع الحيوانات، مثلا بيصير عند الهيدرا، عند المرجان وعند الدنيز انص اللي هو قنديل البحر، اللي هن عبارة عن امور قصص جانلار، يعني هن كائنات حية غير فقارية، يعني بجسمها ما في عمود فقري. النوع اللي بعده كمان اللي بينضم للإشيستيز أوريمي اللي هو الفيجيتاتيف أوريمي اللي هو التكاثر النباتي. هذا التكاثر بيصير عند النباتات، يعني كيف بيصير؟ لما بناخد جزء من النبتة وبنزرعه، وبعد فترة هذا الجزء اللي زرعناه لما بيبلش يتشكل له جذور وبيبلش ينبت أجزاء جديدة، فوقتها بنقول إنه بلش أو صار في عنا تكاثر. يعني مثلا مثل ما شايفين هون عنا بهاي النبتة، أخذوا ورقة من النبتة زرعوها هون بهذا الحوض، فبعد فترة مثل ما شايفين هون بلش يتشكل عنا جذور، هدول الجذور بلشت تكبر مع الوقت وبلش يتشكل أوراق جديدة. فهون مثل ما شايفين كل ما عم تتطور، بعدين آخر شيء صار في عندها أزهار وصارت نبتة جديدة، فهون بنقول إنه نحنا صار في عنا تكاثر. فعم بيقولوا لنا بهذا النوع من التكاثر بو أورامي شكلين ده بتكنين بياخدوا من النبتة عدة أجزاء، ممكن ياخدوا الكوك، الجذر، اليابراك، الورق، الدال أو الفرع، دي بي قسم لرنم لبير توبرا إكيلير، يعني بياخدوا هدول الأجزاء من النبتة وبيزرعوهم بتربة رطبة uygun ortam sağlandığında yeni bitki oluşur. فبالتالي لما بيصير في وسط مناسب بالنسبة للحرارة، الماء، الرطوبة، الحموضة، الأشعة، فبالتالي بيتشكل كائن حي جديد ونبتة جديدة. مثلا بيقولوا لنا هذا بصير عند التشيليك، عند الفريز، الزيتين، البطاطس، الجول، الأزهار، المنكشة اللي هي هاي النبتة اسمها المنكشة، يعني بيصير بشكل كتير واسع عند النباتات. النوع اللي بعده من أنواع الإشيستيز أوريمي اللي هو الريجينيراسيون أو اليانيلينمي اللي هو عبارة عن تجديد. هذا النوع من التكاثر هو كالتالي، مثلا هون مثل ما شايفين في عنا هاي نجمة البحر، لما نقطع جزء منها، مثلا نقطع إيدتين منها، فهذا الجزء اللي نقطع أول شيء هون تم تجديده، تاني شيء الجزء اللي نقطع كمان تجدد باقي الأجزاء وصار في عنا نجمة بحر جديدة. فهون ممكن نقول إنه هذا نوع من أنواع التكاثر عن طريق التجديد. كمان مثل ما شايفين هون هذا الكائن الحي اللي اسمه بلاناريا، كمان إذا انقطع أي جزء منه، كل جزء من هدول الأجزاء اللي كانت مكونة لهذا الكائن الحي ممكن ترجع تتجدد وتعطينا كائن حي جديد. فهون بنقول إنه صار في عنا ريجينيراسيون لأوريما، يعني تكاثر عن طريق تجديد. فعم بيقولوا لنا أنا جانلنن وجودن دان
كوبان بير قسمًا، يعني إنه إذا كان في عنا قسم انقطع من جسم الكائن الحي الأساسي، زمان لا كان ديني تمام لا يعرف، فمع الوقت بيتمم حاله هذا الجزء يني جانلي ولشتر مصيلة غيرتشيك لشان أورمات تشيدي، فبالتالي رح يصير في عنا كائن حي جديد نتيجة التجديد اللي صار. هاي بالنسبة للتكاثر عن طريق التجديد. كمان في عنا نوع مصطلح تاني اللي هو عبارة بس عن تجديد، يعني موت تكاثر، اللي هو مثل ما بيصير هون عند هذا النوع من السحالي، انه اذا انقطع ديلة فمع الوقت بتجدد وبيصير في عنده ديل جديد، اما بالنسبة للديل فترة صغيرة بيضل عايش بعدين بيموت. فعم بيقولوا نجلش مش يبول جاندولار دا كوبان بير اورجانون، يعني انه اذا صار في انقطع عضو يدا هصار له بير دكونون، او انه اذا نسيج معين صار له ضرر، مثلا اذا عند الانسان مثلا انجرح او مثلا انقشر جلده او شيء، فانه مع الزمان ممكن يجدد حاله ويرجع مثل ما كان. فعم بيقولوا كنديني تمام لمصه فبيتمم حاله، فهذا يعتبر ريجينيراسيون يعني تجديد.